شكرا يا رودانا. هاخد شويه اسئله بس جات لنا دلوقتي النهارده، ولو عندكم اسئله ليها ممكن تسالوها برضه. الرياضه في رمضان احسن وقت امتى يا رودانا في رايك؟ بعد الفطور. بعد الفطور بقد ايه؟ بعد الفطور بساعة، وأصلا هي غالبا الناس في رمضان يعني كمتكممين وكده ما بيقدروش ياكلوا أول ما الأذان بيأذن. بالظبط بالظبط. كنت تعمل ايه في رمضان انت؟ أنا في رمضان أول ما المغرب بيأذن يعني كسيستم بتاعي إن أنا باكد تمرتين، بعد كده بشرب أي حاجة سخنة، أي حاجة بقى كوفي شاي بلبن أيا كانت، وبعديها بساعة باكل سلطة وبعدين بروتين بس. اوكي، وبعد كده امشي في الوقت. حلو، خليني اجاوب على شويه اسئله تاخدي نفسك، وبعد كده عاوزك تشرحي البلان بتاعك، لان انت واحده عدى عليها 4 رمضان، فيعني اكيد عندها خبره حلوه قوي. فده حاجه تفيد اكتر من احنا عاملين بلان، بس برضو لما تسمعوه من حد تجربه 4 مرات يبقى اكيد هيستفيد. دلوقتي عامه حبيت الحموضه مهمه قوي في رمضان، ان الصيام بيزود نسبه الحموضه، فحتى لو انت عامل عمليه، انا عارف بس ان دي الفتره الاولانيه، حتى لو عاملها من فتره ان شاء الله يكون 4 سنين حتى ودانا بالنسبه له، او سنتين حتى، لازم هترجع الحبايه طول الشهر 20 او 40، عاده بقول 40. ده بيحمي معده في الفتره دي. نمره 2، الفيتامينات ناخدها امتى؟ جات لنا اسئله كتير قوي، امتى ناخد الفيتامينز بتاعتنا؟ كل واحد مختلف، بياخد توليفه فيتامينز مختلفه على حسب العمليه اللي عاملها ايه، امتى عامل العمليه، والصحه العامه بتاعته، بياخد علاج لحاجه، عنده مرض تاني زي السكر او الضغط او الفكره كلها. بحاول في فتره رمضان اقلل كميه الادويه اللي بتتاخد، يعني دايما من يومين كذا حد بعت لي الاوميجا 3 اعمل فيها ايه، اخر حاجه في بالي الاوميجا 3 دلوقتي، خلينا ناخد الادويه المهمه الاول. فبنرتب بالترتيب ده، يبقى حبايه الحموضه دي تاخد على طول اول ما نكسر الفطار، نكسر الصيام. 2، ناخد ادويه العلاج بتاعتنا، سواء غده، ضغط، سكر. ان شاء الله اصلا معظم الناس اللي عملت عمليه بتكون تحسن كل الحاجات دي، بس ستيل ممكن بعض الناس بتاخد الادويه سواء بجرعات قليله او حاجه، فلازم هتاخد الادويه دي بتاعتك. بعد كده الفيتامينز بتاخد امتى؟ المالتي فيتامين الاساسي، الدواء الاساسي اللي بتاخده اللي هو كلكم عليه معظمكم، هتاخدوه احسن وقت على بطن فاضيه، فالافضل مش على طول مع كسر الصيام، اخليه قبل السحور بساعه. لو بناخد كالسيوم، لو بناخد ايرون، لو بناخد اي فيتامين تاني، هنحاول نلاقي له وقت، بس لازم يكون 2 ساعة بعيد عن كل حاجه، بالذات المالتي فيتامين، يعني ايوه بالذات الحديد والكالسيوم، دول لازم يبعدوا عن بعض، لان هم يتفاعلوا مع بعض ما يحصل لهمش امتصاص، يبقى انت زي اللي ما غطيتهمش. فهي لازم تفصلهم 2 ساعة عن بعض، سواء من بعض من نفسهم او من اي مالتي فيتامين او من اي مشروب فيه شاي او قهوه او اي حاجه. في سؤال بيتسأل دلوقتي، عاوز اعرف مساحه المعده بيبقى قد ايه بعد تكميم المعده. تكميم المعده هي استئصال جزء كبير من المعده، دايما بنشبهها او بندي مثل بسيط انها بنشيل 80%، هي مش مهمه قد ايه تشال، دايما بقول المهم بقى قد ايه، فهو اللي بيبقى حجم معين بنقيس بانبوبه معينه ما يوازي من 80 لغايه 200 سم في الحدود دي كلها. الشكل والحجم بتاع موزه، تخيلي شكل الموزه بالظبط، حجمها موزه حجمها متوسط، ده فعلا بيبقى شكله وحجم معدتك بعد العمليه. طيب يبقى ده بالنسبه لتنظيم الفيتامين. بالنسبه لتنظيم الاكل، احنا حاطين الدايت بلان، بقول دايما اول اسبوع مهم جدا جدا جدا، لان اول اسبوع ده هو اللي بيحدد هتقدر تصوم بقيه رمضان ولا لا، لان انت هتقدر تصوم. انا ممكن اصوم 3 ايام ورا بعض من غير اي ما فيش مشكله، بس مش هقدر الرابع ولا الخامس ولا السادس، فهبقى فرحان انا صمت اول وتاني وتالت يوم، اجي على اليوم الخامس خلاص هبقى ما فيهاش اي حيل ان انا اصلا اتحرك ولا اعمل اي حاجه، وبالتالي هفطر. فلازم في الفتره الاولانيه بالذات من بكره وبعده وبعده نبذل مجهود كبير جدا. اول حاجه الهايدريشن، الشرب، السوائل اللي تخش كلها جسمنا بطريقه سلسه، ونقسمها على مدار الفتره بتاعت الفطار من 6:30 لغايه ميعاد السحور. التغذيه كمان، ازاي هنقي الاكل الذكي، الكالوريز المظبوطه، بحيث ان انا اخدت الكالوريز بتاعتي اللي تخليني اغذي نفسي واصد تاني يوم. لو ما عملتش كده هتقدر تعمل اول وتاني وتالت ورابع، وهتلاقي نفسك ما كملتش بقيه الصيام. الحاجه الثانيه، في بقى ابحاث كتير قوي عملناها وبحث كتير قوي بنعمله دلوقتي،
على ان رمضان فرصه ذهبيه لنزول الوزن. تقريبا 70 لغايه النتائج الاوليه، لسه النتائج مش كلها درسناها لسه، لان لسه البحث شغال. النتائج الاوليه اللي اقدر اقول لكم 70% بيخس في رمضان. عملنا بحث بسيط ان الناس كتيره بتخس في رمضان. طبعا بتعتمد على اللي انت بتعمله في رمضان ده اكيد، بس عامه بشكل عام من غير ما نتكلم مين عمل ايه، 70% من اللي درسناهم لقيناهم بيخسوا في رمضان. ففرصه ذهبيه، وردانا قالت لكم الفرصه دي. فاعمل كل حاجه تقدر، من الرياضه، من التغذيه، من في سؤال تاني. في ناس عاوزه تتمرن مع رودانا. فطبعا احنا دلوقتي بنحط بلان التمرين مع رودانا، كنا خطه كانت موجوده قبل ما يحصل الكورونا والكلام ده. فاول ما الدنيا هتفتح رودانا هتقدر تدي برايفت كلاسز، هتقدر تديكوا جروب كلاسز، هتقدر تديكوا اونلاين زي ما احنا لقينا نفسنا خلاص مضطرين نعمل الاونلاين دلوقتي. فرودانا هتبقى معاك، وهي جزء من فريقنا دلوقتي، وهي واحده منكم، وطبعا هتفيدكم جامد جدا. اكيد هنكرر اللايف ده، واكيد هتعملي فيديوز. عايزين نعمل فيديو عشان لو كان بيقطع او الشبكه ساعات الانترنت بتبقى وحشه في الساعات اللي هي بعد وقت الحظر، الناس كلها على الانترنت، فممكن تعمل لنا فيديوز برضو ونحطها لكم، بحيث تبقى تقسيمه للفول بودي ورك اوت. واتمنى ان ممكن تعملي حاجه رمضان، يعني بلان شهر رمضان كله، اعتقد مش تاخر عليكم. تمام. هل ممكن نزود الماسل ماس في رمضان؟ بص، هو ما هو الماسل ماس عباره عن ايه؟ هو الاكل اللي احنا بناكله ده، وبنشجعك تاخد بروتين عشان احنا عاوزين نحافظ على الماسل. الفكره كلها لما الجسم يكون في حاله من الخمول والكسل والستريس في الاوقات اللي احنا فيها والقعده في البيت. انا النهارده شخصيا قاعد في البيت النهارده، وما امبارح كان عندي يوم شغل كامل، النهارده قاعد في البيت. امبارح رغم ان عندي شغل يوم كامل كنت مليان انرجي بقيت اليوم، القعده في البيت وحشه. فلازم ما تاخدش القعده في البيت ان انا قاعد مريح، بالعكس مشغل مخك، اكتسب اي تريننج، اقرا كتاب جديد، اعمل اي حاجه بحيث انك ما تبقاش فعلا قاعد. ازاي اكسب ماسل ماس؟ الفكره الجسم لو نايم والتغذيه بيخش وانت مش بتحرق، او مش هتوجه الجسم انه يحول المواد دي لعضلات، هيروح هيحطها الفات على الارض. وده اللي بيحصل فعليا لما ناكل متاخر بالليل، عشان كده دايما بنقول لازم ناكل بدري. على ان انت بتعمل ايه؟ بتاكل بالليل عشان متاخر تخش تنام، فجسمك بيلاقي نفسه ده اكلني كتير اهو النهارده، انا حلو اخزن ده كله كدهون. ف ومعاملات كيميائيه معقده جدا بتحصل تخلي الانسولين يحول شويه السكر اللي اكلتهم او شويه الغذاء اللي اخدتهم ليه؟ بدل ما يوديها للعضلات يوديها للدهون. فدي فرصه، الرياضه هتساعدك انك تحول الماسل ماس. النقطه مهمه على الماسل ماس، كل اللي بيعمل عمليه لازم هيقل الماسل ماس مهما عمل، بس احنا بنحاول نحافظ عليها في الفتره الاولانيه. بعد كده تقدر تجين الماسل ماس لما يخلص فتره التكسير الجامده، الفتره النهائيه. فده رودانا، انت رايك ايه ممكن يعملوا ايه عشان يحافظوا على الماسل ماس؟ بقول لك انت رايك ازاي ممكن يحافظوا على الماسل ماس؟ مبدئيا اهم حاجه يا جماعه بالنسبه للناس اللي عامله العمليه، ما تفكروش ان انتوا تمرنوا قبل الفطار، لان انتوا لو عملتوا كده هتدوخوا هتقعوا من طولكم. فعشان في ناس تفكيرها ان انا بالذات اللي عامل عمليه هعمل رياضه قبل الفطار عشان كده انا هحرق اكتر، لا طبعا غلط، لان انت جسمك كل ما انت بتتمرن رياضه جسمك بيبقى محتاج ميه، فالميه دي انت مش موجوده، ان انت بتنزل ميه من جسمك والعرق اللي بيخرج من جسمك، فانت اوريدي محتاج تعوض الحاجات اللي بتنزل من جسمك، فاحنا بنعوضها بالميه. فوانت صايم هتتمرن فما فيش حاجه هتعوضها، فده هيؤدي ان انت يغمى عليك وتدوخ. فالناس اللي هم بيفكروا يتمرنوا قبل الفطار وان هم كده هيبقوا جامدين، يعني ده غلط على صحتكم، يعني بلاش. كويس. ايه تاني يا سوريه؟ اتمرن امتى احسن وقت للتمرين؟ بعد في الناس اللي عاملين العمليه بعد الفطار، مش قبل الفطار، وتكونوا واخدين البروتين بتاعكم والسلطه، ده اهم حاجه. بروتين زي ايه؟
يعني الفراخ، لحمة، سمك، بس طبعا مشوي أو مسلوق، مش أي حاجة فيها فاتس. احنا بنحاول على قد ما نقدر يا جماعة ان احنا يعني العملية دي بتساعد ان احنا يبقى الأكل بتاعنا صحي ويكون لايف ستايل. مش انا عامل العمليه دي عشان اكل حاجات فيها فاتس، لان الحاجات دي فيما بعد لما تيجي بتلعب رياضه جسمك مش بيشد، وهتلاقي ترهلات في جسمك وفاتس مش حلوه. فاهم حاجه يا جماعه، الاكل يكون هيلثي، دي اهم حاجه. كويس. حد بيسأل الكونترولوج باخده قد ايه بعد العمليه؟ ايه بتسأل ايه؟ ما انا يعني ممكن سؤالك يتفهم بطريقتين. عامه لو بعد العمليه، مش بنتكلم على رمضان، بيتاخد على ما بين شهر لثلاث شهور على حسب وضعك انت، كل واحد مختلف، فدايما بحدد لحد، لكن الاقل حاجه شهر بس. لكن في بعض الناس ممكن خليه ثلاث شهور، وبعض الناس ممكن يستمر عليه اكتر كمان. بس معظم الناس في التكميم بخليهم لشهر، ساعات بيزيد على حسب كل شخص مختلف، وتحويل مسار بخليهم 3 شهور. رمضان مختلف، رمضان ان شاء الله يكون عدى عليكي سنه او اتنين، هتاخدي الدواء كده كده خلال شهر رمضان. طيب الحلويات ممكن قطعه تبقى صغيره بين الفطار والسحور. احنا لو شفت فيديو اللي قبل كده كنا بنتكلم على لازم، يعني زي ما رضانا قالت، لو انت هتروح تتمرن وانت مش واخد تغذيه هتبقى عباره عن يعني خلاص هتقع، مش هتستحمل. وفي نفس الوقت بعد الحلويات، لو انا هاخد حاجه فيها سكر كتير، اللي هي حاجات رمضان كلها، احسن وقت تتاخد تكون لازقه في الوجبه. يعني انا اكون جسم الهرمونات بتاعت الحرق وهرمونات الانسولين بتكون مرتفع اثناء الاكل. اللي بيحصل ان انا لو انا واكل وجبه كويسه زي الفطار، واستنيت بضع ساعات، وبعد كده بدات اخد حاجه كنافه، حاجه مسكرة جامد جدا، الجسم هنا بيحصل تغيرات في الهرمونات، بيرتفع بشكل كبير، بالذات الانسولين، يخزن الكنافة الصغيرة دي على دهون على طول، لان انت في الفترة دي جسمك ما كانش شغال، تغيرات الهرمونات بتبقى يعني عالية جدا. فأحسن وقت انك تاخد حاجة قليلة وصغيرة هي بعد الأكل، واللي أحسن منه كمان قبل الأكل. ممكن صعب قوي، أضيف، انا متفاهم. اتفضل. ممكن اللي هي الناس اللي بتسأل ان انا ممكن اكل حلويات، ان ممكن السكريات ديت ادخلها بسكريات مفيدة، اللي هو مثلا ممكن اكل موز او تفاح او برتقال، يعني سكريات طبيعية، بلاش سكريات مصنعة، لان هي مش هتفيدك ومش كويس. فيستحسن يعني موز، تفاح، فراولة، بطيخ، مانجا، ممكن مفيش مشكلة، بس قطعة صغيرة. فيعني نحاول السكر يبقى طبيعي، بلاش السكريات الصناعية، نصيحتي ليكوا يعني عن تجربة. ناس لأن كتيرة مش فاهمة إن البرتقال فيه سكر، كل ده فيه سكر. السكريات المصنعة كمان بالنسبة للناس اللي عاملة العملية، يعني ده أنا حاجة شخصية حصلت معايا، كانت بتخليني أدوخ، يعني كنت بحس إن هي بتديني احساس مش حلو يعني. فتجنبا لاي سايد افكت تحصل، فاحنا ممكن ناخد السكريات دي بطريقه طبيعيه، احسن من احنا ناخدها من كنافه او قطايف او حاجات فيها عسل ودسامه كتير. يعني ده رايي. مظبوط مظبوط. هو فعلا هو اللي بيحصل من السكريات دي اللي انت قلتيه، اللي بدوخ وبتعب، دي اسمها هي اسمها دامبنج سندروم، هي متلازمه بتحصل من كتر ما السكر. برضو لسه كنت بكلمكم على الهرمونات ازاي بتتغير وبتجري في الجسم. السكر ده اول ما بيخش، لو حاجه في السكريات اللي هي الباد كالوريز اللي بنسميها باد كالوريز، بتخش مره واحده الدم، تخش اول الامعاء، تحصل لخبطه في الامعاء، تجيلك مغص وضربات قلب سريعه، وممكن اسهال كمان، وبعض الناس بتوصف انها بتدوخ، بعد كده بتخش في فيس تاني تدوخ وتقع. دي ما بنتخضش، ده دي المشكله، انك اخدت حاجه فيها سكريات، خصوصا لو بات كالوري زي الكنافه والحاجات دي كلها. ولو حصلت لك من ناس كده تقول لي لا ده انا اكلت حته برتقانه او موز، كل حاجه في العيش فيه سكر عامه يعني. فلو حصل كده مطلوب منك انك ولا حاجه، هتمدد، تريح، توقف الكلام الاكل ده، وترفع رجليك لفوق لو شديده قوي الاتاك جامد قوي. ازاي اتجنبه؟ ان انا اشرب سوائل كتيره، باد كالوريز، امضغ بالراحه، واكل البروتين الاساسي الاول. اول حاجه البروتين، زي ما الموضوع معروف خلاص، بروتين رقم واحد، خضار رقم اثنين، الفاكهه بقى اللي هو الجود كالوريز، لو هناخد شويه حاجه حلوه ونفسك فيها يبقى على طول بعد، ما تستناش فتره طويله ما بين الفطار والسحور. ايه تنصحيهم بالنسبه للاكل؟ برضه انا اهم من هم يسمعوا منك الاكل اللي يخليني اقدر اعمل تمرينه اللي بعد الفطار. تمام. هو
بالنسبة لنظام رمضان، نظام الأكل أهم حاجة البروتين والسلطة قلت لكم قبل ما تبدأوا التمرين، خصوصا إن انتوا بعد ما تتمرنوا التمرين ماكسيمم من ساعة وساعة ونص هتحسوا طبعا إن انتوا جعانين جدا وعايزين تاكلوا كتير. أهم حاجة أثناء التمرين المية، المية المية المية، تشربوا مية كتير جدا، لأن المية برضو هي عامل من العوامل اللي بتساعد البني آدم إن هو يشبع بسرعة. تمام. بعد كده أهم حاجة بعد التمرين وأكون شاربة مية كويس، آكل سلطة يعني خيار، خس، بلاش آكل حاجة فيها فاتس كتير، لأن أنت اوريدي كده. ولازم يا جماعة بعد آكل بعد التمرين بساعة أو بساعتين، مش بعد التمرين على طول، عشان ده كده غلط جدا. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا لو أخدت أي حاجة فيها فاتس بعد التمرين ده أنا كده كأني ما عملتش أي حاجة خالص، يعني المجهود اللي أنت عملته وإن أنت جيت على نفسك وتعبت كل دوت، يعني مفيش أي حاجة. فحرام ان انتوا تضيعوا المجهود اللي انتوا عملتوه دوت، فان انت خلاص انا عامل رياضة ومتمرن كويس فاكل بقى اللي انا نفسي فيه، ده اكبر غلط. اللي انت التمرين اللي عملتيه تقريبا حرقوا كام كالوري؟ المفروض تقريبا يعني مثلا تلت ساعة حرقنا قد ايه، كام كالوري؟ بص يا حد دكتور، بيسأل، بس سوري لقطع كلامك، شادي بيسأل اتمرن قبل ولا بعد؟ انت لسه واصل داخل معانا، مفيش اسمها قبل، كله بعد. بقى التمرين بعد قلناها، دي ما ينفعش يبقى جسمك العربية ما فيهاش بنزين وتروح تمشي بيها، ما ينفعش بعد فطار. سوري كملي. التمرين. الحرق حرقتي قد ايه في التمرين ده؟ بص يا دكتور، هو عموما هو كل واحد جسمه مختلف عن التاني طبعا بالنسبة للحرق. متوسط، بس بس لا، اللي عاوز اقول لهم حاجه، احنا كده يعني احنا شغلنا يعتبر ان انا التمارين اللي انا عملتها شغلت الجسم كله، مفيش حاجة سبتها، فاحنا نعتبر لا يعني حرقنا كالوريز كتير، يعني مثلا ممكن نقول 70% من حرق الجسم احنا حرقنا كتير قوي. تمام. السعرات الحرارية اللي في حتة قطايف واحدة بتبقى متوسط 260 و300 كالوري، فدي انت عاوز يعني على الأقل 70% من التمرينة دي عشان تقدر تحرق بس القطايف واحدة دي، فانت بتضيع اللي انت عملته. مش عاوز اقول لكم احرموا نفسكم، مش سياسة ان نحرم، مش هتحصل، بس اعرف ان انت يعني هي حسبة، يعني ده زائد ده هيدي ده في الاخر. ف اختيارات، الحياة كلها اختيارات، ودايما بدي المثل ده. انا فاكر يوم العاصفة اللي حصلت من 3 اسابيع قبل الهجرة الكورونا، كنت رايح الشغل عادي الساعة 7 الصبح، لقيت ناس في الشارع بتتمرن. فاسلوب حياة، قرروا ان هو اختيارات في الحياة. انا قلت دول مجانين ازاي؟ لا، هو ما فيش عاصفة حتى ما وقفتوش. هي دي الفكرة، انا لازم نشتغل هنا قبل ما نشتغل اي حاجة هنا في العمل. ممكن أضيف على كلام حضرتك حاجة يا دكتور؟ بالنسبة للناس اللي هي بتحب الحلويات أو الحاجات اللي فيها فاتس كتير، ماشي أنا مع الدكتور إن إحنا ما نحرمش نفسنا من حاجة، بس أنا هتكلم مثلا لو أنت نفسك تاكل حاجات يعني شوجر كتير، أنا دايما أي حاجة فيها فاتس كتير بحب أكلها، باكلها فترة الصبح لأن نسبة الحرق الصبح بتبقى عالية. بالنسبة لرمضان نحاول يا جماعة على قد ما نقدر نقنن في الحاجات اللي فيها فاتس كتير، لأن رمضان فرصة كويسة لينا كلنا إن احنا نقدر نخسر وزن. أما بالنسبة للأيام العادية مش في رمضان، عايزين تاكلوا حاجات فيها فاتس كلوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا كده كده احنا محددين بكمية صغيرة على قد ما المعدة بتستوعب، فالحاجة ديت سواء صغيرة أو كبيرة لازم ناكلها الصبح، يعني عندك فترة مثلا من 8 الصبح لحد الساعة 3 ممكن مسموح لك ان انت تاكل اي حاجة فيها فاتس، لان هي هتتحرق معاك سواء انت رحت الجيم او سواء ان انت مشيت او بتشتغل او ايا إن كان انت بتعمل ايه. فدي نصيحتي ليكوا يعني برضو عن تجربة، عايزين تاكلوا اي حاجة فيها فاتس كلوها الصبح، بلاش ارجوكوا بلاش بالليل، لان انتوا كده بتضيعوا مجهود كل حاجة، يعني وان الحاجة يركزوا، كتير بتتركز في الجسم وكده كأن مجهودك راح كأنك ما عملتش اي حاجة خالص. يعني ناخد كله بدري على قد ما نقدر عشان ما ندي فرصة انه يتحرق في اليوم بتاعنا. طيب، واحدة بتسأل، انا 55 سنة وعاملة العملية بقى لها 7 شهور، عندها مشكلة في الركبة طول عمرها، هي ازاي تلعب رياضة؟ هل في طرق تمارين للناس اللي عندهم مشاكل في الظهر وفي الركب تقدري نقدر نتغلب على الموضوع ده، وتقدر تبقى تعمل لنا فيديو للموضوع ده برضه؟
نقدر طبعا نتغلب عن الموضوع دوت، بس لازم برضو تستشير الدكتور ان هي متاح ليها تلعب رياضة ولا لأ، وكده كده السنة دوت او لو عنده مشاكل في الرجلين في الظهر، هما كده كده اوريدي ليهم تمارين، بس اهم حاجة تجيب لي ابروفل من الدكتور ان هي اوريدي ممكن تلعب رياضة عادي. طب جميل قوي، وده اللي انا بقوله برضو على السؤال بتاع الماسل ماس، ازاي احافظ على الماسل ماس في الجسم. دايما بعد العمليه عاوزين نحافظ على الماسل ماس، فبناكل بروتينز ونلعب رياضه. ما بيحصلش ان الناس كتير بتلتزم موضوع الرياضه، وساعات بيبقى الاول صعب فدايما بقول على الاقل العب الابر بودي، لان انت قول اللور بودي شغال، انت ماشي بتتحرك فالعضلات دي شغاله، وفعلا بنلاحظ ان الابر بودي بيضعف، فجايز ممكن ده يبقى حل برضو للناس اللي هي عندها مشكله في الركب. لو لقى الدكتور مثلا قال لا خلاص، مع امر مفروغ منه، لو الدكتور قال ابروف انها تشتغل وتقدري تمرنيها هتمرنيها زي اي حد بشويه مراعاه يعني، بس حاجات بسيطه. لكن اقصد لو ممنوعه من الرياضه، هل ممكن تتمرن بس ابر بودي بس؟ هل ده ممكن يساعدها؟ هل في طرق بس كده تنفع ولا لا؟ في هنركز على الأبر بودي، مش هيبقى لور بس، لأن هو معظم الناس اللي بتبقى عندها خشونة في الركبة أو عندها ألم في الركبة ده بيبقى نتيجة وزن زايد، بتبقى الجسم اللي فوق محمل على الجزء اللي تحت، فعشان كده ده بيؤدي إن هي رجليها وجعاها وعندها خشونة. فأه في تمارين ممكن نشتغل عليها أبر بس، ودي هتساعدها إن الوجع اللي في رجليها يقل. وممكن يعني طيب بالعكس، يعني في بيشنت في ناس كانت بتجيلي احجام كبيره وسنها كبير، اشتغلت معاهم upper body ولما جسمهم نزل الوجع راح وبقينا بنشتغل upper ولور. فكل حاجه ممكن بالرياضه، بس الموضوع يا جماعه عايز شويه صبر، اهم حاجه الصبر، لان انت مش في يوم وليله جسمك بيتحول، دي حاجه. الحاجه التانية الجسم بيحس لما انت بتقعد ايه ده، لا ما خسيتش، ابص قدام المرايه الناس المهووسين بالميزان واللي كل شويه يوزن توزن، ده اكبر غلط. الميزان دوت كل شهر كل شهرين كده توزن، وحبوا نفسكم وحبوا جسمكم سواء ان انتم مليانين او رفيعين عشان تقدروا توصلوا اللي انتم عايزينه. الموضوع كل حاجه متاحه طالما انتم ماشيين على السيستم صح ومظبطين اكلكم ومظبطين رياضه، كل حاجه بتيجي، بس اهم حاجه الصبر. هو ده الفرق ما بين مين بينجح ومين ما بينجحش، اللي نفذ صبره خلاص بيوقف ويلوم كل حاجه تانية غيره. فعشان كده اصبر، النتيجه اللي داخل مستني نتيجه مش هتحصل، ما كانش حد غلب. ايه بتسال زيك يا ايه، طبعا ايه قديمه عندنا بس بتهزر بتقول بيبسي وشيبسي، فانا اعتبرها هزار. مدمرين طبعا هزار دول، يعني دول مش هنتكلم فيهم اصلا، دول حدش لما حد يخش عليا العياده ويجيب سيرتهم تقريبا بقول لهم روحوا، لان انا دول مش هنتكلم فيهم. كنت باكل حاجة، انا من ساعة ما عملت العملية من 4 سنين وانا ما دخلتش مياه غازية ببقي. بصوا دي بالظبط عندي من المحرمات، مصيبه، بس هي محرمات فعلا، هي دي محرمات خلاص يعني، دي ما ساعات تخشش نفسي البيت. بالظبط الشيبسي والشوكليت ما اكدبش عليكم، يعني ساعات ببقى نفسي فيهم فباجي يعني باكلهم مرة من نفسي، بس مش اللي هي حاجة اساسية في حياتي. بس البيبسي لا 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 حاجه ساقعه دي اوحش حاجه ممكن تعمل. دكتور، المعده بترجع تمتد تاني على مدار قد ايه بعد العمليه؟ رودانا انت قولي لنا، انت معدتك حاسه ايه الفرق؟ هل بتقدري تاكلي اكل عادي ولا حاسه برضه بريستريكشن، حاسه ان الدنيا مقفوله؟ قد ايه؟ وقد ايه كانت يعني من اول سنه لرابع سنه؟ لا هو انا حاسه كانا كرودانا يعني ان انا معدتي اللي هو ممكن تكون حاجه بسيطه، لكن انا ستيل لسه يعني مثلا ربع القطعه الفرخه اللي انا باكلها على 3 مرات، يعني مش بقدر اكلها كلها مره واحده طيب، وباكلها ما هو ده لوحدها، يعني يعني ما هو ده سلطه لسه قول وبعدين كملي. بروتين، سلطة بعد كده بروتين بعد كده ممكن بقى معلقتين رز معلقتين مكرونة. بس هو أنا الرز يعني ما مش بيجي معايا، يعني لما باكله بيتعبني، هي المكرونة بس ده لما أحب خد المفروض يعني ده احسن سيناريو المفروض تبقى حاسس فيه، يعني ده العادي. العمليه لو معموله صح المفروض يبقى كده. في الاغلب معظم الناس تبقى يعني بيقدروا ياكلوا بقى الاكل بالكميات الصغيره المعقوله، اللي هي اللي توقف زي ما قالت ربع الفرخه على 3 مرات يعني في فنجان صغير. ولسه النهارده يعني طبعا دايما قبل رمضان ده اكتر وقت بيجي لي مكالمات
انا هعمل ايه، انا في رمضان انا مش عارف اكل، انا عدى عليا سنه، عدى عليا سنتين، 4 ساعات، 8 و9. بنقيم الكميه دي زادت، فبتلاقي هو كلهم بيبقى معظمهم كده. بعض الناس بتعرف تاكل اكتر وبعض الناس تاكل اقل بكتير، ولكن الاغلبيه بيكون في الرينج ده. فالمفروض ما تمتدش، يعني المفروض ما يعني بعض الناس بتقول انها بتمتد، احنا بندرس الموضوع. يعني هل هي من الاول مش متشاله كويس عشان اتعملت زمان، وزمان فعلا كنا كلنا من اكتر من 8 سنين كنا بنعمل عمليه بطريقه مختلفه غير دلوقتي، ولا هي فعلا بتمتد؟ فلسه بندرس. لغايه دلوقتي انا مش مقتنع قوي ان التمدد بيكون كبير. في الاغلب معظم اللي بيرجع تاني الوزن بيعمل ايه؟ بيضحك على العمليه، بيبتدي يرجع ياخد بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، كلها حاجات سهله الهضم، سريعه، ممتعه، ترفع السكر، تريح، تخش تنام، شكرا. مش ما بتبذلش مجهود تاكل ربع الفرخه 3 مرات ولا حاجه، هي حته شوكولاته، حته كنافه، شكرا كده انا اتغذيت. بضيف برضو ف دكتور كلام حضرتك ان الممكن يعني حالات شفتها بس مش عند حضرتك، يعني عاملين عمليات تكميم ورجعت معدتهم وسعت لان هم حياتهم كلها عبارة عن شوكليت وبيبسي، فاصبح ان هم فعلا بدأوا بيتخنوا وفعلا بياكلوا ورجعوا ياكلوا بكميات كبيرة. انا نصيحتي ليكم يعني يا جماعه ابعدوا عن البيبسي والشوكليت لان هم فعلا فعلا يعني حرام، يعني انتوا عاملين مجهود وتعبانين فما تضيعوش المجهود دوت. يعني لازم العمليه اللي بيخش يعملها هي مش قرار سهل على اي حد، وبتتعب عشان توصل للوزن اللي انت عايزه وان انت تشوف شكلك حلو، فحرام ما تضيعوش كل دوت عشان خاطر نفسكوا في بيبسي او تشوكلت. اه ممكن تاخدوا على قد نفسكوا بس مش دايما، يعني كل 2 3 شهر، يعني حرام دي، عشان دي معاناة انا بشوفها مع ناس كتير ان هي بتستهزأ بالموضوع. بس يعني يا ريت يا جماعة يا ريت حاولوا تحافظوا على نفسكم وحافظوا على جسمكم لان احنا تعبنا عشان نوصل للوزن دوت. انا بجد قولي للناس دلوقتي، تقولي تردي ايه على حد بيقول لك دي استسهلت، دي راحت عامل قصت حته من معدتها واستسهلت، شفت السكه الاسهل، تردي عليه تقولي ايه؟ بص يا دكتور، هو نجاح العملية في ان انت تحافظ على وزنك بعديها. انا ما استسهلتش ولا حاجة، بس انا وصلت لمرحلة العملية لان انا واحدة ما كنتش عارفة اعمل كنترول على نفسي في الاكل، بعمل دايت وبخس بس مش بوصل للبرفكت بودي اللي في دماغي واللي انا نفسي فيه. والناس اللي مستهزئة بالموضوع بتقولك ان خلاص هخش اعمل عملية اي حد معاه فلوس او مقتدر هو يروح يعمل ده عملية. سؤالي، ده سؤالي ليك، هل العملية الموضوع لعبة؟ مش لعبة، موضوع لا جد، عملية، تعرض نفسك لعملية، مجهود زي ما انت بتقولي، وعشان تحافظ عليها محتاجة مجهود. فهو ده اللي انا، ده اللي هي قالته، يعني هي ردت على الكلام ده قبل ما اسال حتى السؤال، انها انت بذلت مجهود كبير قوي. يعني ده انا عارف ده للاسف عن جهل، بيبقوا الناس مش فاهمه، فاكره ان الموضوع ايه استسهال. لا، انت قلتي نقطتين مهمين قوي. اول واحده، انا كنت بموت نفسي وبعمل كل حاجه ومش بوصل للموضوع. الكلام ده مش عيب فيكي، العيب الكلام ده احصائيا وعلميا مثبت، ان للاسف بعد وزن معين الدايت ما بينجحش، ولو نجح بينجح بنسبه بسيطه، ولو نجح بالنسبه البسيطه دي انك تحافظي عليها تقريبا شبه مستحيل، يعني نسبه ضئيله جدا جدا جدا. ده واحد. اتنين، العملية مش اختيار سهل ولا اي حاجة. مين يعني يعرض نفسه للعملية؟ ليه انا اعرض نفسي للعملية؟ ليه؟ الا لو تحاولت، تعبت، مش قادر خلاص. فهي دي فعلا ان شاء الله العملية ريكفري حلو دايما، وزي ما الناس طول النهار الناس تيجي في العيادة وتقول لي ما هي سهلة الدنيا، يلا اعمل لي العملية، انا زميلتي دخلت، صاحبتي دخلت، مامتي عملت عملية، موضوع بسيط. لا، العمليه ما زال فيها خطوره، مش معنى انه ما بيحصلش ان عمرها ما هتحصل، لا، بعرض نفسي وباخد ريسك لان في مكسب انا عاوزه فبوصل له. فمحدش يعني الستيجما ورا ان العمليات دي استسهال، بالعكس كلامها عكس كده، بيثبت عكس كده كمان. في اسئله تانية كتيره. انا بكره الشوكولاته والبيبسي بعد العمليه، مظبوط. في الاول بالذات طعم بيتغير، الناس كانت عندي ناس تاكل تشرب الشاي ب 3 4 معالق سكر، دي كارثه في حد ذاتها. انا الشاي لما اخترعوه الانجليز ما كانوش بيحطوا عليه ولا سكر ولا اي حاجه، شاي تستطعميه من غير اي سكر، حط ممكن عايز حط عسل، لو هتحط سكر حط معلقه واحده. فالحس عندك لما تيجي تشرب تاني الشاي ده بالكميه السكر ده بيقول لك انا ما بقتش طايق السكر خلاص.
لان السويت تيست بيتغير عندك. بس اللي بيحصل ايه بعد سنه لما معلش الاسئله راحت، انا اسف، فلو حد لسه عنده اسئله هديكم ديتيل كده، لو حد لسه حطوا الاسئله. فكنت بقول بس ولا حاجه، ان الحلويات والسكريات بتبقى في الاول مش طايقه، مشكله قدام شويه بعد 6 7 شهور سنه بيبتدي يطنش، ما بيسمعش الكلام، بيرجع لعاداته القديمه، يقعد طول اليوم من غير ما ياكل، من غير ما ياخد الغذاء بتاعه يقسمه، ربع الفرخه اللي المفروض بتتقسم على اليوم دي ما ياخدهاش، فبالتالي مش حاسس بتعب لانه الجوع هرمون الجوع بيقل، فمش جعان. فيجي على اخر اليوم يلاقي نفسه مره واحده مجهد وتعبان، لان جسمه خلاص عربيه من غير بنزين، فيبتدي يدور على الاكل السهل، حته شوكولات، حته حاجه ساقعه، بيبسي، شيبس، اي حاجه سهله الهضم، سهله الهضم وبتنزل بسهوله. ف في there's a nice lady ask yeah eternity makers asking to speak in English. We will do another live session in English, and if I can translate now I will as soon as I can, but you know I think we need to make them separate, but I will try, you know, stick around. If not this time, maybe next time we can do it in English as well. انجي بتسأل مع نزول وزن طبيعي بيحصل ترهلات، هل الرياضه بتشيل ترهلات؟ الرياضه بتشيل ترهلات يا رودانا؟ طبعا، ما هو اهم حاجه بقى يا جماعه، ان مثلا يعني انا بدات الرياضه بعد العمليه بحوالي شهر بالظبط، يعني ما قعدتش استنى فتره كبيره، لا، لما حسيت ان انا جسمي بدا ينزل لحقت نفسي بالرياضه على طول. وبرضه هي بطبيعه الجسم بتختلف من شخص للتاني، في شخص بيبقى جلده شادد اللي هو مش يعني مجرد ما يلعب رياضه بيلم بسرعه، وفي ناس جلدها عشان تبقى اوفر ويت قوي فالجلد بيبقى طري فبيترهل كتير. فاهم حاجه ان احنا بعد شهر او ممكن كمان بعد اسبوعين، بس هي بتبقى حاجات بسيطه، بس انا افضل يعني بعد شهر تلحقوا ان انتوا تلعبوا رياضه عشان خاطر ما يحصلش ترهلات، يعني ننقذ ما يمكن انقاذه. Okay, so Rudana was just answering a question. One of the ladies who had surgery was asking about the sagging skin. Can I reduce the chances of having sagging skin by exercising regularly and you know that sort of thing? Yes, possible, but you know it always comes down to your genetics, you know, your skin tone, your age, a lot of things. But definitely, you know, if you do the you know some exercise, it can reduce the chance. And you know, exercise is not bad, so you're gonna do it anyways, right? Sorry. ممكن امشي كل يوم بدل التمرين. بصي، ممكن، بس برضو يعني يفضل ان انت تلعبي رياضه. هو عموما جو الرياضه وجو الجيم يعني لما تدخلي نفسك الجو دوت مش هتزهقي، لكن هتمشي هيجي عليكي وقت هتزهقي فهتقعدي في البيت فهتكسري، لكن انت تنزلي جيم، اجواء رياضيه، الناس كلها بتتمرن، في حماس، في تشجيع، لما الناس بتشوفك بتخسي هتشجعك اكتر. فاهم حاجه، اهم حاجه السبورت يا جماعه في الموضوع، يعني السبورت دوت كلمة كويسة بتفرق مع الناس، خصوصا لما يلاقوكي عاملة نتيجة وخاسة، ده هيحفزك أكتر إن انتي تشتغلي على نفسك أكتر وتلعبي أكتر وتحاولي إن انتي تحافظي على جسمك بعد ما توصلي للويت اللي انتي محتاجاه أو اللي انتي عايزاه. Alright, so another question was can I walk, you know, just walk go for a stroll rather than exercising if I cannot exercise. So basically her answer was exercise is definitely much better. This is more logic. The reason exercise is better because definitely you burn more calories, but that's not it. Add to that the happy hormones come out of your body. This will make you, Rudana just said that you'll feel happier. So that energy boost that improved or enhanced mood comes down to those hormones coming out of your system and being pumped into your blood and rushing through your system. Can I consume dairy or no dairy at all? So milk, yeah. So dairy products generally are high in fat. But remember, after surgery, after bariatric surgery,
The problem is you're not taking enough of your macronutrients and your micronutrients. So you need to balance off your nutrition. You need to take, you need your dairy for vitamins, vitamin D, your minerals such as zinc, and the B vitamin as a whole is rich in it. So balance it off. Go for the good dairy. We're going to host our nutritionist soon, and we're going to talk about, cut down the nutrition, the small questions such as the ones you mentioned, but generally the rule is cut down the dairy to, skim milk, fat-free as much as you can, but don't cut it out. فين الجيم بعد الفطار مش موجود دلوقتي ما هو ما فيش جيم انا نعمل في البيت يعني اللي هو انت ممكن تعملي انا امبارح عملت تمارين اول مره اعرف ان انا ممكن اعملها لقيت نفسي طالع شادد من غير ولا اكويبمنت من غير اي حاجه في تمارين كتيره قوي ممكن تتعمل في البيت كانك بالظبط في الجيم فالجيم مش حاجه كمان يا دكتور ان الناس اللي عاملين عمليه في الاول كبيجنر يعني ما ينفعش ان انا ادخل الحديد معاهم او البادي ويت معاهم من اول مره لان انا بدخله ستيب باي ستيب انا اول حاجه بشتغل عليها في الجسم ان انا فات بيرنينج ان انا احاول احرق الدهون وبعد كده هبدا ادخل الويت ستيب باي ستيب عشان ابدا اشد الجسم فان احنا يا جماعه ننتهز الفرصه اللي احنا فيها دي ممكن نتمرن ورك اوت في البيت عادي من غير ما استخدم بقى حديد او جيم او كده Okay. Nancy is asking, I usually feel dizzy and I have high blood pressure without undergoing the sleeve op. Is this going to get worse if I undergo the op? As I know people already feel tired, especially during the workout. So I'm assuming, Nancy, you're trying to tell me that you have low blood pressure, not high. Because basically, if you have high blood pressure, this is definitely going to improve. And actually, your blood pressure will be balanced and good. But generally, for people that don't have any high blood pressure or anything, they tend to have low blood pressure. And that comes down to many reasons. Mostly our poor nutrition and hydration. This is basically they're ignoring their vitamins, they're ignoring their nutrition and hydration. So your body is dehydrated, completely dehydrated. So this definitely, blood is composed mainly of water. So if you don't have water in your system, the blood pressure will drop. So this is the main reason that you've heard of that. So you're giving examples of patients that are not, sticking to their hydration, which is 2 liters per day. And this is quite common. I see it in my patient as well. Also, if you don't take your vitamins such as calcium and B12, the blood vessels, the blood vessels have muscles in the wall. So if you don't take those minerals, this muscle tone relax and dilates. So this again another reason for the blood pressure to drop. And I promise you, if you have you're not hydrated, you're not taking your vitamins, you cannot definitely exercise with a low blood pressure. مروة بتسأل أنا للأسف دخلت متأخر بس أنا قبل كده سأل إيه سأل تز زيادة 10-15 كيلو العملية ممكن تكون خطر على المدى الطويل. بصي انا اللي فهمت يا مروه انك سؤالك ان هل العمليه ممكن تكون خطر على المدى الطويل ووزنك الزياده بتاع 10-15 كيلو العمليه في الاغلب مش ليكي ممكن بالونه المعده يعني دايما مثلا البالونه بنقول هي اللي بتخسس من 10 ل 20 فلو انا فهمت صح انت العمليه ما تناسبكيش في الاغلب هل العمليه تمثل خطر على المدى الطويل السؤال باختصار خالص الرد عليه اكيد لا لان لو كان ما كناش عملنا العمليه بس هل كل حاجة آمنة في 100%؟ هل العملية ما فيهاش أي خطورة؟ هل ما فيش أعراض جانبية؟ هل كل ده أكيد ده لو بشيل دوفر دايما بقول فيه أعراض جانبية ممكن تحصل. فالفكرة كلها هي حسبة قد إيه نسبة الخطورة في العملية وقد إيه نسبة الخطورة في السمنة عشان كده إحنا ما بنقبلش ب 10-15 كيلو نعمل عملية لأن أنا عاوز يكون في سمنة شديدة يعني المرض يستاهل إن أنا آخد الخطورة بتاعت العملية اللي هي بسيطه خطوره المرض ابسط بكتير قوي اعلى بكتير اسف من خطوره العمليه فبالتالي ده سبب ان احنا بنعمل العمليات دي مش بس انا على مستوى العالم بكميات كبيره قوي وزني 85 ينفع هو ده نفس الاجابه على السؤال برضه وزن القليل ما ينفعش لازم يبقى وزن كبير قوي 85 عملنا اقل من كده بس كان الطول فالوزن بس مش عامل ما اقدرش احدد بالوزن بس لازم اشوف الوزن والطول ومقاسات الوسط والرجل
حاجات كتيره ناخدها في الحسبان في ممكن، بس يعني الهدف العمليات كان الاوزان الكبيرة. وزني ثابت يا دكتور اعمل ايه؟ وده انا عملت حاجه النهارده تبوظ اي وزن، رمضان جاي يكسر اي وزن، ما تقلقيش. احنا هنعيد الفيديوز دي تاني، الفيديوز موجوده وهنعمل فيديوز تاني. كل حكايه الصبر اللي قالت عليه رودانا من الاول، الصبر من بقى. أضيف برضو على حضرتك يا دكتور إن أصلا عملية إن ثبات الوزن دي حاجة طبيعية ناتشرال يعني بتحصل لأي حد فينا، هي بس أنت محتاجة إن أنت بتدي زايد شوك لجسمك وبترجعي عادي إن أنت تلوز يور ويت، يعني موضوع ما تقلقيش دي حاجة طبيعية. Oh, the same question in English. The same two questions. So yeah, she had surgery 1 year ago. Now her weight is stuck. ثبات الوزن. It's the same question repeated in a different language. And the second question is I'm walking every day 8 kilometers. So again, this was another question that was asked earlier. Can walking be better than exercising? Obviously not. So how to break any stalls or whatever weight you're stuck in is, you know, you need to boost those hormones that increase your metabolism. This can come in many ways, the most important of which is exercise. Exercise raises those hormones, give you good mood. Those are the happy hormones and give you the hormones that increase your metabolism. Drink a lot of water. If you're feeling hungry, don't, you know, always remember that hunger can present as thirst can present as hunger. You might be just thirsty. So first of all, try drinking first. If you drink and you're full, that's it. You were thirsty. Don't go and eat something, all right? Don't nibble on something that's bad for you when you're just thirsty. You're not giving your body what it needs. This is how it goes. في حد بيقول ممكن يبقى في يوم فري للحلويات وال والمقليات خصوصا في رمضان، لان سفره رمضان كلها بيكون سعرات حراريه. طيب معلش يا دكتور ممكن ارد على السؤال ده؟ انا مش هرد. بصي يا مش عارفه اسمك ايه، بس انا نصيحتي ليكي في رمضان حاولي على قد ما تقدري ان انت ما تاكليش حاجه فيها سعرات، خصوصا لو انت عامله العمليه انت اصلا مش هتقدري ان انت تبداي بحاجات فيها فاتس كتير او سويت او مقليات. لا هو انت المفروض الطبيعي ان هو اول الاذان ما يأذن، يعني ده حتى لو الناس مش عامله عمليه ده صحيا كويس ليكو، ان انتوا بتاكلوا مثلا من تمره لثلاث تمرات ان انتوا اول حاجه تبداوا بيها، بعد كده بتشربوا حاجه سخنه. يعني انا من الناس اللي بشرب قهوه او شاي بلبن، مش ما بقدرش ان انا ابدا اكل شوربه او حاجات فيها فاتس كتير، وبعديها بساعه ببدا اكل الاكل الطبيعي بقى اللي هو طبعا بيعمل من الحلويات والمقليات والكلام ده كله، لان ده مش صح. فحاولي في رمضان تتجنبي الحاجات اللي فيها سعرات حراريه عاليه، ولو معزومه او كده قبل ما تاكلوا حاجه فيها سعرات حراريه حاولي ان انت تشربي ميه كتير او تاكلي سلطه كتير خس او خيار، لان في حاجه مهمه عايزه الفت انتباهكم ليها يا جماعه، ان السلطه الخضراء لما تيجوا تاكلوها كبدايه وبعد كده بتاكلوا فيها حاجه فيها فاتس، السلطه اللي انتوا اكلتوها بتساعد ان الدهون الضاره ما تتخزنش في الجسم وتطردها. تمام، بنقرب الاكل من بعضه عشان يشتغل مع بعض يقدر جسمك يحرقهم مش يتخزن. بالظبط بالظبط. طيب انا ارد عليها بقى، بتقول السفره مليانه، ما انت اللي عامله السفره، انت بي ريسبونسبل. البيت ما يخشش حاجة، ما لو انا طلبت البيبسي في البيت في يوم هفتح هشربها، نفس الحكايه على الاكل. فهي دي الفكره، نحاول نمنع الحاجات دي من البيت. دي اول خطوه، اول خطوه يبقى في استعداد هنا قبل ما نبتدي نعمل اي حاجه. اهم اسبوع هو اول اسبوع، دايما بقوله بالذات اللي عامل عمليه اول سنه واول 6 شهور ونازل، بالذات اول اسبوع ده اللي بيحدد هتكمل بقيه رمضان ولا لا. اول اسبوع ده اللي هتصد ولا مش هتصد. احنا قلنا في الفيديو اللي فات قبل ما يقطع ان انا ممكن اربع ايام ورا بعض محدش هيقدر يكلمني، بس على اليوم الخامس هموت. فمش شطاره ان انا صمت اول 3 ايام، مش معنى كده ان انا هكمل. الشطاره ان انا عرفت الصوم صح، يعني انا
عرفت ان انا اول يومين ثلاثه ان انا اتغذى كويس، ان انا اغطي الصيام واغطي الصيام اول يوم وثاني يوم، بحيث ان انا اقدر اصد الايام كلها، بالذات الشرب السوائل. لو الناس اللي عندها الدنيا ضيقه قوي تاكل الشرب بتاعها، يعني يبقى الاكل هو سائل كل حاجه وما اكثره، يعني او شوربه العدس مليانه بتدي بروتين، اخذت بروتين، الجبن والبيض والموز كل ده ممكن تقدر تعمله بشكل انه يبقى سائل وتقدر تتغذى. لازم تقسم وقتك ما بين الحركه والصلاه والصيام والادويه، جدول كامل يعني مجهود. يعني انا جينا كان عندك يوم طويل زي اللي ساعات الحظر كده، بين الناس كلها بتجري خلاص اللي عليك، ده هيبقى مسؤوليه. انا سؤال فاكره اخر يا دكتور ان انا اول شهر من العمليه انا كنت عايشه على الميه والعصير البيور بس، ما كنتش باكل اي حاجه خالص. لا لا طبعا، انا دايما بقول اول 6 شهور يبقى صعب. انت صمتي رمضان اول واحد كان جه امتى بعد العمليه بتاعتك؟ هو انا تقريبا انا فاكره انا تاريخ العمليه كنت عاملاها في شهر 10 شهر بالظبط. 10 وكان رمضان لسه في الصيف، فكان عدى عليك 6 شهور مثلا. طب كويس. مثلا وصمتي كله؟ صمته كله، لا مش كله، يعني في 3 ايام كده خيشوا مني ان كنت بدوخ كتير بصراحة. فما هو بيقول لك 3 ايام، ما بالك بقى انت لو من الاول مش كويس مش هتعرف تصد اصلا. وده اللي احنا شايفينه في بعض الابحاث اللي احنا بنعملها. دكتور انا وزني 92 كيلو، ممكن اعمل كلين سليب طبعا. في حد بيقول ان هي بقالها شهر عاملة العملية ومش عارفة تاكل ولا تشرب، ولما بشرب برجع كتير. طب يعني شفتوا اللي انت يعني قضينا 4 سنين وبتاكل ربع الفرخه على 3 مرات، فاهمين الفكره ان اول في الاول الدنيا بالظبط. بشبهها لسه شاري جاكيته جديده او بنطلون جديد، وعلى الوقت هيريح سن. الهدف احنا هدفنا كله ايه؟ ان انا اوصل لاكبر نسبه نجاح من العمليه باقل مضاعفات واعلى وقت اقدر احافظ على العمليه. فده توليفه غير طبيعيه انها تتظبط، يعني ما لو ضيقنا ما طب احسن حاجه ضيق على الاخر يلا فينا خالص يخس بسرعه، ما ينفعش ما وفي هيوصل للمكان بتاعته. الناس فهي اللي بتقول التوليفه ان انا اوصل للموضوع ده مش سهل، فلازم تبقى فاهم ان الاول ده طبيعي متقبل الموضوع ده. عشان كده لسه قايل لو مش قادر كل الشرب بتاعك هو ده اكلتك، الاكل بانواع، الاكل بالمناسبه الاكل في الاخر بيبقى هو سايل في الاخر، يعني الاكل لما بيتخش يتهضم في جسمنا هو ما هو الا سايل، فسواء هو كان ممضوخ جاهز او انت مضخته هي في الاخر هتنفعك. وفي ستات اللي بتبقى خايفة يا دكتور بالسايد افكت بعد العملية، شعري هيقع، ضوافري هتضعف. يا جماعة لا، أنا بقول لكم أنا بقالي 4 سنين وشعري حلو وما وقعش، وباكل كل الحاجات اللي فيها فايبرز وكل الفيتامين وهيلسي وزي الفل، فما تقلقوش. يعني أهم حاجة الرياضة، أرجع أقول لكم عشان توصلوا للوزن اللي أنتوا عايزينه وتفضلوا محافظين عليه، وغير كده وشكم يبقى حلو كده ومنور والشعر مش بيقع، لازم تلعبوا رياضة، لأن وأنتوا بتلعبوا رياضة بتطلعوا السموم من الجسم وفي نفس الوقت بتعوضوها بحاجات مفيدة، فأنتوا المستهدفين يعني مستفيدين صحيا جدا. اللي بتقول الدكتور اسمها منى، هي صيحت منى لنفسها. ماشي يا منى شاطر. أعمل رياضة في رمضان بعد الفطار أو السحور؟ لا، بعد الفطار بساعة أو بساعتين، مش قبل الفطار، ده حد شكله لسه داخل. توفى مثلا هننصح الناس يدخلوا هذا اللايف، في نصايح مهمة والدكتور شاكرين بتشكر يعني في اللايف، وربنا يخليك. سيزو. ايه الاعراض اللي تبين عندي خمول في الغده او انها ضعيفه؟ وازاي؟ ولا حاجه، هي الاول هي تحليل اساسا، يعني حاجات كتير قوي ممكن تبان ان حد عنده خمول في الغده، وواخده حق اكتر من حقها في بالنسبه للدايت والنظام التغذيه. انا عامل بحث كبير قوي وقريب هطلع اشرح لكم الابحاث اللي عملتها، عملنا بحث كبير قوي على السكر والناس اللي عندهم ضغط واللي عندهم غده واللي عندهم ارتشاح زياده في سائل، عملنا ابحاث كتير قوي وهناقشها معاك، منهم بقى اللي كان عن الغده ده. ناس كتير متضايقه اهميه للغده انه مش بيخس بسبب الغده بس. الغده لما بتكون كسلانه اللي بيتجمع مش بس دهون، هو اساسا ميه سوائل في الجسم، يعني مش دهون. الحرق بيبقى ضعيف بس مش للدرجات، مش كده حاجه. بس لازم في اي حال من الاحوال لازم يصلح تاخد لها علاج، فما نلومش كل حاجه على الغده.
البحث بتاعي هو كان سؤاله بسيط، بندرس هل كل اللي عندهم الغده خامله هل هيخسوا اقل؟ فدرسناهم، جبنا مجموعه جبنا مجموعتين عاملين تكميم معده، مجموعه عندهم الغده شغاله كويس ومجموعه عندها الغده غير نشطه ولا حاجه، تابعناهم سنه لقينا نسبه الوزن واحده، يعني معنى كده الغده واخده حق اكتر من ما يستاهل، ما يستاهلوش. سؤال، الغده دي بتخلصها تحليل بسيط بنقدر نعرف الغده اكبر. انا حد باي شهر بيسأل، عامل عمليه؟ اتفضل. ايه الاول؟ في حد بيسأل when and for how long should the workout be؟ احنا قلنا after one month ممكن ان انت تعمل ال workout يعني. اوكي، how long would you recommend a minimum workout per day؟ يا رودانا، لا انا ام اسكينج يو رودانا، minimum workout per day يعني 20 minutes 30 minutes 1 hour؟ كبيجنرز 1 hour 1 hour at least. So yeah, عشان to start so we can start burning we need at least an hour. ليه بقول 1 hour؟ لان انا ببدا اول حاجه ان انا اسخن الجسم، سواء ان انا بجري بقى تريد ميل او بتراك سبيننج اي حاجه يعني، عجله او مشايه مثلا، بتبقى 10 دقائق، او ممكن اقسمها لو حد بيجنر 5 minutes 5 minutes 5 minutes، وبعد كده ابدا بقى ان انا اعمل ستريتشنج للجسم، وبعد كده ابدا التمرين. يعني انا ببداها ستيب باي ستيب، ان انا بمهد للجسم وبعد كده بسخن وبعد كده ببدأ رياضة، عشان كده أنا قلت ساعة. Alright, so gradually introduce exercise up to the point of an hour. Okay, شكرا رودانا، ميرسي إنك كنت معانا، وأوعدكم هنبقى في فيديوهات تاني، أوعدكم إن أنا هنعمل nutrition, psychiatry, كل ال support that you need after bariatric surgery, and definitely we'll do English live sessions for our English speaking viewers. All right, good luck to everyone. كل سنة وانتم طيبين. سيروا دنا، كل سنة طيب. لا كده، دكتور حضرتك، باي باي.